راح نشيل القطران. شلون هذا اليوم لهلنا البني اسد اليوم هذا الحوت هذا شلونه ماكو بعد بس حيتان يعني بطلنا سمن حوت وقرش الحوت الازرق بعد ماكو بس بدنا نشتغل مع سمك بطلنا لا كارب ولا قطان ولا شبوت بعد ما بس قرش وحوت شوفوا شلون هذا جراكم اليوم بهذا القطان مال كرتار شلون بعد بدنا راح نزل يا سيد البغدادي على البغدادي يا ابني ماكو شيء على البغدادي الحين بنحطها بالفاكهه شلون ماكو شيء على البغدادي حتى بالفاكهة هذا المشمش النارنج التفاح التكي وعلى النار هذا الشعاع فقط مال النار بس يعني حرارة فقط نار ماكو بس حرارة بس جمر احسن تكي على الجمر اليوم على الجمر مال شلون يا بشلون شلون وها فلع شلون يا ابي؟ ما نفلعها. اي والله عشتي. انا معك يا عمي. والله هذا القطان. قطان يستاهلون. يستاهلون. هل البصره ولا البصره؟ اي والله.